أعلى من غزة مدير مستشفى أبو يوسف النجار، أهلا بك معنا. نسأل عن الأوضاع بالبداية سيد مروان الهمس، أهلا بك معنا. طبعا كيف هي في الجنوب تحديدا، وخاصة مع هذا العدد الكبير من موضوع النازحين، وأيضا ما يشهده القطاع بشكل عام، هذه الاستهدافات الكثيفة يوم أمس من الشمال إلى الجنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا الوضع في قطاع غزه بشكل عام شبه كارثي، ومدينه رفح ومحافظه رفح بشكل خاص كارثي بمعنى الكلمه، كارثي جدا، حيث لا يمكن لمستشفيات مدينه رفح تقديم الخدمه للمليون ونص انسان في داخل هذه المدينه، والوضع يزداد كارثيه، والاعتلال يتعمد إنزال أكثر عدد من الشهداء والإصابات في داخل أبناء الشعب الفلسطيني. بالأمس يعني مدينة رفح تعتبر المدينة الآمنة على حسب ادعاء الاحتلال الإسرائيلي، والمنطقة التي تقصف الآن هي التي يعني قد غرد الاحتلال الإسرائيلي وصرح بأن المنطقة هي آمنة، ووصل من هذه المنطقة الآمنة ما يزيد عن 10 شهداء إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار، حيث لا أمان لا لمستشفيات ولا لمناطق يدعى الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، ولا حتى مساجد ولا كنائس، فالكل مستباح أمام الاحتلال الإسرائيلي. الوضع الصحي في داخل مدينة رفح كارثي بمعنى الكلمة، مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار تعد بالمرضى والجرحى وكذلك جثث الشهداء في داخل المستشفى. النقص شديد في جميع مستلزمات الطبية وكذلك الأدوية والعلاجات، كذلك الأجهزة الطبية، يعني على مدار 17 عاما لم تجدد، لم يدخل أي جديد، وهي الآن استهلكت في على مدار 150 يوما في هذه الحرب الشنيعة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد أبناء شعب فلسطيني. وإن عرجنا قليلا على الوضع بالنسبة للمواطنين بشكل عام، الوضع الصحي سيء جدا، لا يوجد مياه نظيفة ومعقمة للشرب، وكذلك لا يوجد تغذية صحية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني. الآن أنت تعرف أن الشتاء قد دخل على أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الشهر الثاني وندخل على الربيع، لا يوجد لا غطاء، الخيمة لا تقي من شمس ولا تقي من برد، فلذلك تزداد الامراض امراض الصدر وامراض الربو وكذلك امراض النزلات الصدريه والمعويه بسبب سوء التغذيه. الامراض المعديه تنتشر بشكل كبير بين النازحين وبين الناس التي تتكدس في المنازل، حيث لا يقل اي منزل عن عدد 35 انسان في داخل هذا المنزل، كذلك الخيمه التي تتسع الى شخصين او ثلاثه ينام بها ما لا يقل عن 5 أشخاص، فهذا يكون سبب لانتقال الأمراض وكذلك سبب لسوء التغذية وعدم التوفر إلا ما هو موجود من معلبات لا يعلم الله فقط إن كانت هي صالحة للأكل صالحة للشرب، لكن هي لا تكون تسد حاجة المواطن في داخل قطاع غزة، وخصوص في مدينة رفح التي تعج بمليون ونص بني آدم. سيد مروان، البعض يظن بأن وضع الجنوب أفضل حالة نوعا ما على الأقل من الشمال، فيما بات يعرف بمثلث الموت، القصف أو الأوبئة أو حتى الجوع. الوضع أيضا في الجنوب كيف هو بالنسبة إلى تحديدا الأطفال الرضع؟ يوم أمس كان هناك أيضا عدد من الأطفال شهداء بسبب القصف، لكن هناك أيضا أطفال شهداء بسبب الجوع، سوء التغذية، الأمراض. نعم. لو ممكن أن تشرح لنا الحالة. نعم. يعني كيف يؤثر عليهم أيضا هذا الوضع؟ الآن وزارة الصحة الفلسطينية وزارة الصحة تقوم بمسح دوري للأطفال النازحين والمخيمات، وقد قمنا بافتتاح مركز أو مركزين لمسح سوء التغذية يعني الحفاظ على أبنائنا من الأطفال والرضع. بالأمس القريب كان ينام لدينا الطفل يزن الكفارنة وهو مريض يعاني من شلل دماغي، أنت تعرف هذا المرض يحتاج إلى تغذية معينة،
بسبب سوء التغذية وعدم تمكن أهله من توفير الأكل والعلاج اللازم لهذا الطفل، دخل إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في قسم الأطفال يوم، ومن ثاني يوم توفى الله سبحانه وتعالى. ويمكن قد شوهد هذا الطفل على جميع شاشات العالم كيف أنه أصبح يعني يعد بالكلاوات، وهو الأصل أن يكون هذا الوزن مضاعف إلى 3 أضعاف الطفل. ويعني لم نرى هذه المشاهد إلا بعيدا في الزمان في الصومال وبعض وفي داخل الأدغال في أفريقيا، لكن الآن هذا المشهد نشاهده في داخل قطاع غزة الذي يعني كان يعج بالنعمة وبالعرض، ولكن سبب الحصار وسبب الحروب سنشاهد العديد من هذه المناظر في المستقبل القريب بسبب سوء التغذية وعدم حصول الأطفال على الحليب الذي يعني الأم كيف لها أن ترضع ابنها وهي لا تتوفر لها غذاء طيب غذاء جيد وغذاء صحي، كذلك الطفل الرضيع لا يوجد لديه حليب ما يساعد يعني الوالدة ويساعده في المعيشة، مما يؤدي إلى أمراض كثيرة، أمراض الأنيميا تزداد في داخل بين الأطفال في داخل قطاع غزة، أمراض سوء التغذية، أمراض الصدرية تنتشر بين الأطفال لا نجد لهم علاج. لكن يزن عنوان على هذه الحرب والبلاد الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يزن عنوان للموت البطيء بسبب سوء التغذية وبسبب عدم توفر الغذاء والعلاج لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي يعني يتعمد يقول إن لم تموتوا بالجوع سنقتلكم بالدبابات وبالقصف. فهذا ما حصل في شمال قطاع غزة عندما يعني انتظر الأهالي سيارات وشاحنات المعونة، فقام الاحتلال الإسرائيلي بقصفهم بالدبابات مدعيا أنه أطلق يعني طلقات تحذيرية. كيف لطلقات تحذيرية أن تقتل ما يزيد عن 115 شخصا؟ هذا عنوان المرحلة. العدو الإسرائيلي يقول إن لم يقتلكم الجوع سأقتلكم بدباباتي وبطلقاتي وبقصف والاستهداف. فنحن بين نارين، نار الموت بالجوع ونار الموت بسلاح الجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها بإذن الله تعالى هي موتة شريفة لأبناء الشعب الفلسطيني، لن نحيد عن هذا الطريق بإذن الله تعالى. دكتور مروان، يعني حتى تابعنا موضوع يعني يزن، هذه الفيديوهات القاسية جدا المؤثرة، يعني لا أعرف ما كيف يمكن أن نصفها في هذه الحالة، لكن كيف تتعاملون أنتم مع هذه الأوضاع بالنسبة أيضا إلى موضوع المساعدات؟ هل يصلكم أي شيء؟ وكنت تتحدث قبل قليل عن موضوع سوء التغذية، هل وضع الأطفال مرتبط بسوء التغذية فقط أم أيضا بانعدام الأدوية والعلاجات؟ أخي الكريم، هي مزدوجة. أولا سوء التغذية تؤدي إلى ضعف مناعة عند الأطفال وضعف المناعة عند الكبار كذلك، وإضافة إليه الأمراض التي تنتشر وعدم وجود علاجات. الآن منذ 15 يوما إلى اليوم لم يدخل قطاع غزة معونات طبية، يعني أكنا نقول 5%، الآن لا يوجد رقم 1% من هذه المحتاجات التي يحتاجها أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل قطاع غزة وفي مستشفيات قطاع غزة. ما مضى 15 يوما لم يدخل إلا القليل أو النادر من العلاجات، كذلك بعض الشاحنات التي تحمل المعونات الإغاثية. وأنتم رأيتم أنه الآن يعني الاحتلال يسمح للطائرات بإنزال المعونات، وهذا يعني يساعد على الفوضى، يساعد على لا يمكن للناس أن يعني تجلب هذه المساعدات، وإلا تضطر إلى السباحة في داخل عرض البحر، فإما أن يموت غريقا أو يموت جائعا لأنه لن يصل إلى هذه المعونات. يعني لا أعلم، يعني مشكورين الذي قاموا بإرسال المعونات عبر الطائرات وعبر الجو، لكن هذه أنا أعتبرها أنها إهانة لأبناء الشعب الفلسطيني. المعونات ماذا ستحمل الطائرة؟ طنين 10 أطنان، لكن هي ليس في مقام الشاحنات التي تدخل. فيجب أن يفتح معبر رفح على مدار 24 ساعة لإدخال المعونات لأبناء الشعب الفلسطيني وإدخال حاجيات لوزارة الصحة الفلسطينية ومستشفيات قطاع غزة، وكذلك إدخال الوقود الذي نحن بحاجة ماسة إليه
إضافة إلى إمدادنا بالطواقم الطبية التي تساعد الكوادر الطبية، والعمل على افتتاح وإعادة تأهيل مستشفيات قطاع غزة حتى تقدم الخدمة، لأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد بخطة ممنهجة إخراج كل مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، وذلك بالضغط على أبناء الشعب الفلسطيني إما لهجرة إما لقتل أبناء الشعب الفلسطيني، ومزيدا من الأمراض، مزيدا من الضعف التي تؤدي إلى الموت. ولكن أنا أقول أبناء الشعب الفلسطيني بإذن الله صامدون، لن يحيدوا عن طريقهم، حتى لو كان ما كان من الاحتلال الإسرائيلي بإذن الله تعالى سنقف صامدين بإذن الله تعالى، لن نحيد. طيب دكتور، أيضا أريد أن نسأل عن موضوع هذه الحالات، ذكرت هناك عدة حالات حرجة جدا، هل هناك من أي اتصالات تجري في محاولة لإخراجها من القطاع ومعالجتها في الخارج؟ موضوع هذه القوائم نعلم جيدا بأن هناك عقبات كثيرة، لكن لو ممكن أن تضعنا أيضا في صورتها، ما الذي يجري الآن؟ أخي الكريم، القوائم انتظار العلاج في الخارج كبيرة، يوميا تأتي إلينا يعني بعض الأسماء، يعني الآن أصبح العدد يعني مستقر 40 مريض، لكن حاجة قطاع غزة إلى المزيد من إخراج هؤلاء المرضى، لأنه الآن المستشفى الوحيدة التي تعمل بها عناية مركزة في داخل قطاع غزة هي مستشفى غزة الأوروبي. المرضى في داخل قسم العناية المركزة يزيد عن 57 مريض، ما دون ذلك هو للوفاة وهو للاستشهاد، لأنه الآن بدأت نظام المفاضلة، لمن نستطيع إنقاذه والعمل ما يلزم حتى يبقى على حيا وممكن له أن يعني يتمتع بالحياة نقوم بإنقاذه، لكن ما دون ذلك يترك لقدره ثم يتوفى، وهذا سبب الإغلاق وسبب عدم إخراج الجرحى والمرضى المحتاجين للعلاج الخارج. تأتي القائمة ليلا في الساعة 10، وأنتم تعلمون أنه لا يوجد اتصالات، لا يوجد كهرباء، يعني بالمعجزة نصل إلى المرضى لإبلاغهم بأن سفرهم غدا صباحا منذ الساعة بداية في الساعة 8 صباحا. لكن أنت تعلم مدينة غزة شمال قطاع غزة لا يمكن للمرضى ولا للجرحى الخروج، فكيف بجريح أو مريض من داخل مدينة غزة أن يصل إلى معبر رفح حتى يخرج؟ فهذا قد استثني من السفر. كذلك بعض مرضى من منطقة خان يونس الذين الآن يركضون إما في بيوتهم إما في أماكن النزوح في الخيام لا يمكن الوصول إليهم لعدم توفر اتصالات، لعدم توفر انترنت للتواصل معهم. يعني أسباب كبيرة تصل بالمريض أو بالجريح هذا، وهذه عنوان المرحلة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني بإعاقة سفرهم، بتكديس المرضى في داخل المستشفيات التي لا يوجد بها لا علاجات ولا أجهزة تساعد في التشخيص ولا تساعد في العلاج. المرضى يموتون يعني ببطء دون مساعدتهم عبر إخراجهم إلى العلاج في داخل جمهورية مصر العربية أو أي دولة يعني تطلب إجلاء بعض المصابين أو الجرحى. شكرا جزيلا لك، طبعا كنت معنا عبر الهاتف الدكتور مروان الهمس مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، شكرا جزيلا لك.